خلال كل ما تم التحدث عنه. وزارة الثقافة طبيعة الحال، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، أفكار مجموعة الأنشطة إن شاء الله إلى عدد نجاح فيها هذه السنة. إلا الهدف من هذا الأنشطة هو الأنشطة السنوية، كيف نشينا في مدينة الرباط مجموعة الأنشطة كان لها إقبال كبير من طرف الساكنة في مدينة الرباط. نفس الشيء هنا بحث أنا أبغى أدور أنظر في مجموعة من الأشياء أكثر بنجاحها اليوم بما فيه مدينة كتكوية مدينة هرب مجموعة المدن واليوم في مدينة الرباط هي عندما أجل التاريخية لابد أن أتكلم مع المواطنين أتكلم مع السياح وأول نشاط مسلسل بعد الدوام على تاريخ المدير لإعطاء نسخة من هذه العناصر لمدينة مراكشية لسيد نائب العمدة لمدينة مراكش بالشارع. أسفي وعمدة مراكش وعلماء وأدباء ومفكر مراكش ونساء مراكش ورجالاتها ولهجتين الشباب أن يعطوا هذا العام حقه من الجمال وأن يدخل مراكش للعالم الإسلامي والعالم أجمعين بما تتميز به من ثقافة من فكر من علم من أدب من فن من ضرب ومن لا تكون مراكش. السلام عليكم. أنا جد سعيد بتواجدي معكم هنا في مراكش الجميلة وخصوصا في قصر البارح حيث تقام هذه الندوة الصحفية والفضاء في حد ذاته يعبر. الفضاء معبر، الفضاء منتج للخطاب، والخطاب هنا شفاف، الخطاب هنا واضح. نتواجد في معلمة تراكمت الأحداث بها فالثقافة من عين ما حققته هذه الشراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبين اليونسكو. فهذا المشهور الرائد الذي أطلقته هذه المنظمة العتيدة دعما للثقافة والفكر والتنوير والحداثة في البلدان العربية وطرح النقاشات والسجالات والأفكار الهادفة الجادة مبنية ترسيخ قيم الحوار والتواصل الثقافي والتبادل الإبداعي والغوص عميقا في أسئلة الراهن العربي وقضاياه وثراء تاريخه وتعدد روافده المعرفية من شأنه أن يحقق لنا جيلا قادما متشبعا بهذه القيم وهذه المدن العليا. لمدة من 2023 2025 2028، ولكن فيها 15 برنامج لتقريبا كيف ترى الأمور وفيهم